تواصلنا يستمر بالتحية المتجددة مع كل شوط من انطلاقة هذه الأشواط التي تأتي اتباعا خلال تحديات هذه المسافة 4 كيلومترات. بنثيما يأتي بأول الانطلاقات وبشوط المحليات، حيث أعلنت انطلاقة شوط المهجنات والإبكار اللقاية مقدمة الشوط والمركز الأول. تتواجد أيضا شنكار عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي. ننتقل إلى المركز الثاني، مرموقة معضد بن سيب بن معضد المشغوني، بينما المركز الثالث روعة منصور بن ناصر بن سرود الخيالي يقدم انطلاقة هذا الاسم. ننتقل إلى أيضا مهابة سعيد بن سيل اليبهوني، خذت المركز الرابع. المركز الخامس تدخلت شواهين سالم بن دري الفلاحي، ياتي بانطلاقة وجود شواهين في المركز الخامس. المركز السادس هادي فرق حاضر بن علي بن حاضر المزروعي، ياتي بوجود وانطلاقة فرق. المركز السابع تتقدم ايضا الغزيل حمد بن محمد بن فيد العقمي بن بيشان، ياتي في المركز ايضا مشاهدين الاعزاء السابع. المركز الثامن تدخلت ايضا فتنة يمع بن سعيد بن راشد المهيري، تتواجد في المركز الثامن، بينما المركز التاسع تصل في هذه اللحظات مثل سعيد سيب خليفة بن عمان المهيري يقدم انطلاقة مثل، بينما المركز العاشر هذه العاصمة حمدان بن بطي بن سيف السبوسي، ياتي بوجود وانطلاقة العاصمة المتواجدة في المركز العاشر. هذه النتيجة للأسماء المتقدمة، هذه النتيجة للأسماء الأولى التي تتواجد أمام حضراتكم وسط مجموعة كبيرة من الأبكار المشاركة في هذا الشوط المنطلقة في هذا التحدي الرائع والكبير لدى انطلاقة هذه الأسماء التي تظهر لتظهر بالفوز والانتصار من خلال هذا الانطلاق المميز. حيث نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، شنكار على المركز الأول، عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي ياتي أيضا على المركز الأول ليقود الشوط وينطلق أيضا خلال هذا الإبداع. راعي أثمد يتواجد على المقدمة، راعي أثمد يتواجد على الصدارة، بن سرود وبن دري قادمين، بن سرود وبن دري قادمين، وكذلك بن عمان المهيري يتحرك أيضا برفقة مشاهدين الأعزاء. مثل من تتواجد في المركز الرابع، فرق على المركز الخامس، حاضر بن علي بن حاضر المزروعي، تحرك الشوط مبكرا، تحرك الشوط مبكرا في انطلاقة اللقاية المهجنات في وجود هذه النوعيات. شنكار على المركز الأول تقود الشوط، عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي راقب المركز الثاني والثالث، راقبوا هذه الأسماء القوية التي تنطلق أمام حضراتكم خلال هذا الشوط. هذا بن سرود، هذا بن دري، هذا سيف بن عمان المهيري، وكذلك حاضر بن علي بن حاضر المزروعي، ياتون بنوعياتهم، ياتون بما لديهم من أقوى اللقايا التي يمتلكوها ليقدموها في أرضية هذا الميدان ضمن إشارة الديوان الخامسة. حيث نعود إلى المقدمة، شنكار على المركز الأول تفتتح الكيلومتر الأخير، راحت بالصدارة، راحت وقالت للجميع خلاص خلاص الفوز لي، الفوز لي. عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي ياتي على المركز الأول، بن سرود يتقدم مشاهدين الأعزاء، ياتي في المركز الثاني بوجود روعة منصور بن ناصر بن سرود الخيالي يقدم انطلاقة هذا الاسم، ياتي بوجود هذا الاسم. هذا بن سرود يتقدم أيضا هنا مع وجود روعة، ولكن شنكار ما زالت تقود الشوط، ما زالت تقود الشوط، ما زالت تنطلق بالمقدمة. عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي يقدم هذا الاسم في أول أشواط المهجنات ليبدع بالأمتار الأخيرة، ليبدع بالأمتار الأخيرة من خلال انطلاقة شنكار. تتواجد على المقدمة رغم المنافسة التي تأتي بكثرة في هذا الشوط، رغم كثرة الأعداد، إلا أن شنكار انفردت وانطلقت على المركز الأول. عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي ياتي
ياتي بوجود هذا الاسم منطلقا ومنفردا، مقدما عروضا ممتازة، مقدما انطلاق كبير بابداع مثير، لياتي ايضا هنا في انطلاقة هذا الشوط بالتوقيت الافضل حتى الان، لياتي راقبا بالتوقيت الافضل مع وجود شنكار، مع وجود شنكار لتصل بتوقيتها الزمنية الافضل. تهانينا العبيد بن سعيد بن زعل السويسي على هذا الابداع. المركز الثاني لمنصور بن ناصر بن صرود، ثالثا شعار بن حزمي، رابعا لسيب بن عمان المحيري، خامسا لسالم بن دري الفلاحي. التوقيت 5:56، 5:56 توقيت شنكار لعبيد بن سعيد بن زعل السبوسي.